طب احنا معانا واحد على التليفون، هو صحيح في فرنسا بس عاش الاجواء دي والفترات دي يعني في بطوله اليد، الكابتن سامح عبد الوارث. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك واهلا بالضيوف يحيى وهشام وكابتن هاني. اهلا بيك، برحب بيك طبعا في قناه النادي الاهلي، وبنقول لك يعني كل سنه وانت طيب، سنه سعيده ان شاء الله عليك. ومتابع ازاي، اولا متابع ازاي تنظيم مصر لبطوله كبيره زي كاس العالم لكره اليد، وانت اعتقد كمان عشت هذه الاجواء بشكل كبير جدا وعايش في بلد تعتبر من افضل البلاد على مستوى العالم في كره اليد يا كابتن سامح؟ هو طبعا مش مصر برضو دوله تعتبر دولة كبيرة في كرة اليد، ومش مش حاجة جديدة عليها يعني تنظيم، لأن احنا نظمنا بطولة العالم ويمكن بقى لنا دلوقتي أكثر من 30 سنة بنلعب بطولات عالم نفس مع الفرق الكبيرة يعني. فعندنا برضو عندنا فرصة كبيرة، بس هي يمكن شوية الجمهور يعني، أنا بعلق على الجمهور، هو عامل كبير جدا جدا ان يعني كانش يعني عامل كبير ان ما فيش جمهور يعني، او لا تبقى عامل مؤثر اكيد، لكن عايز اعرف بيأثر ازاي بقى عامل الجمهور بقى كابتن. يعني انا اقول لك على حاجه يا كابتن هاني، يعني مثلا احنا ما كنا بنلعب، احنا كنا بنلعب كانت الفرق بتخاف تنزل تسخن من صوت الجماهير، تسخن كانوا بيسخنوا جوه تحت خالص، خايفين من الجمهور، المدرب يقول لك الحكام تنزل، انزلوا لا ننزل على الاخر، على اخر الاول على الصفاره بتاعت الماتش، عشان يا دوب ينزلوا بس يسخنوا 5 دقائق عشان خايفين من الجمهور. فدي ده كان عامل كبير كبير قوي يعني، احنا كتير قوي الحمد لله يعني، يعني كنا كان في ماتشات كانت ممكن تروح مننا واحنا بنلعب على 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 اسفلت الاستاد. العامل ده عامل الجمهور يا كابتن سامح ممكن ياثر يعني على اداء الفريق شويه، اداء المنتخب. هو 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 الولاد كويسين وعندهم خبرات حلوه، وفي كده مزيج كده، وفي خليط حلو في الفريق يعني، وعندهم فرصه كبيره، عندهم فرصه كبيره انهم يعملوا حاجه. بس برضو الجمهور يعني عامل رئيسي طبعا. عامل رئيسي كبير طبعا، جدا جدا جدا، وخاصه في الصالات المغلقه، يمكن في الكوره يعني الملعب بيبقى واسع قوي، لكن انا حضرت مباراه باسكت وهاند بول، العامل الجماهير والصوت القاع نفسه بيبقى صوت بيرج وبيدي حافز اللعيبه. بيرج، انا يعني انت ما تقدرش تسمع اللعيب جنبك. صحيح صحيح صحيح. مثلا بتعمل خطه يعني تيجي تقرب عشان يقول لك هتعمل ايه. صحيح. لكن طبعا هي الظروف اللي مصر بتمر بيها، وحرص طبعا المسؤولين في مصر والحكومه المصريه طبعا سلامه الناس اهم اكيد من اي حاجه. فدي اجراءات احترازيه كان لازم نقوم بيها يعني. لكن وجهه نظرك الفنيه في المجموعه كابتن، هناخدها خطوه خطوه، وجهه نظرك في المجموعه وطبعا والكباتن بياكدوا ان شاء الله ان مش هيكون في مشكله، وان احنا باذن الله يعني هنعمل نتائج جيده في اول مشوارنا للوصول ان شاء الله للمباراه النهائيه. هو انا شايف ان مصر تكون اول مجموعه يعني بالنسبه للمجموعه، مصر هتكون اول مجموعه يعني طبيعي، الطبيعي الا لو حصل بقى مفاجات او دروبات او في اي حاجه. هو مين ابرز نجوم الجيل الحالي في المنتخب دلوقتي اللي لافتين قوي نظر كابتن سامح؟ والله يعني هم الست المحترفين، هم يعني هم يمكن ابرزهم يعني احمد يحيى، محمد ممدوح، يحيى خالد، ومحمد ممدوح هاشم، ده حارس مرمى، سند واحمد هشام دودو، ودودو محمد هشام دودو يعني، منهم لسه طالعين، ولسه برضه سند يمكن عنده خبره، وفي طبعا الباقي اللعيبه اللي موجوده برضه اللي هم من مش خارج بيلعبوا في مصر يعني، برضه لعيبه تقال وعندهم خبرات يعني، عدد الماتشات اللي لعبوها لو جينا بصينا عدد الماتشات على ماتشات كتير، فلعيبه تقال ذو خبره يعني. باروندو كنا بنسال الكباتن دلوقتي عن ازاي المنتخب استفاد من الراجل ده الاسباني في الفتره الحاليه مع المنتخب يا كابتن سامح. والله هو هم اتظلموا شويه في ظل الظروف الحاليه يعني كوفيد اللي موجود، هم بس اتظلموا في عدم تجمع كتير وعدم يعني التدريب مع
بعض كتير، فهو ده شوية يمكن يعني كانش عندهم الحظ يعني فيه. بس هو المدرب مستوى عالي جدا، الهاند بول بتاعه هاند بول، الهاند بول المدرسة الألبانية معروفة طبعا، مدرسة قوية فيها فنيات عالية. وانا شايف يعني هم في اخر ماتش ليهم ان هم فعلا يعني مدرب في لمسه من في 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 تاثير فيه على الفريق، في شويه في تغيير كبير باين عليه. ان شاء الله التغيير يكون ايجابي يا كابتن سامح. انت طبعا من ايجابي ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله. حضرتك كان ليك تجربه طبعا في كاس العالم، تكلمنا والناس اللي موجوده واللعيبه لو كانوا بيسمعونا، اجواء كاس العالم مختلفه، وانك بتلعب في اكبر ليفل على مستوى العالم في كره اليد، احكي لنا كواليس، ولو في بعض المواقف في كاس العالم اللي مريت بيها ممكن يعني تكون يعني مثلا مثلا احنا ماتش كنا في اتلانتا في 96 في اتلانتا في الاولمبياد دي، كان ماتش اهلنا للدور، كان ماتش المانيا ومصر، والمانيا احنا كسبنا المانيا في الدور التاهيلي يعني. كان ماتش في الاول كنا مغلوبين، وكان في كان كنا مغلوبين في اربع اجوان. الحمد لله قدرنا نشد روحنا، ومع ان هناك ما كانش في جمهور، ما كانش في اي حاجه خالص. والحمد لله يعني قدرنا نكسب الماتش. كان معانا طبعا الفريق بتاعنا، طبعا الجيل بتاعنا كله، احمد العطار، حسام غريب، ياسر لبيب، جوهر نبيل، اشرف عواد، عبد البيوشي، ايمن صلاح، كلنا الحمد لله قدرنا نتخطى الفرق الاهداف دي، والحمد لله كسبنا الماتش في الاخر يعني. وده استاذن حضرتك كابتن هاني، ان انا اسلم الاول على كابتن سامح عبد الوارث، يعني كتير قوي من الناس ما تعرفش كابتن سامح عبد الوارث للاسف، يمكن ما فيش السوشيال ميديا والحاجات اللي موجوده دلوقتي، وانا اسف ان انا بقطع بجد. هو وحشنا جدا طبعا، هو بقاله كتير مش موجود هنا جوه القاهره، لكن كابتن سامح كابتننا وحقيقي واحد من اساطير كره اليد، والله ما بقول الكلام دوت عشان هو موجود، بس واحد من اساطير كره اليد اللي الناشئين اللي موجودين دلوقتي للاسف ما كانش ليهم الحظ ان هم يشوفوه، وانا كنت واحد من المحظوظين ان انا لعبت جنبه في يوم من الايام. حقيقي هو ده كان اسطوره. كابتن سامح لو تقدر تحكي لنا على ماتش رومانيا في كاس العالم سنه 95 يا كابتن سامح، لان انا والكابتن هشام بندردش مع بعض في الخباسه كده على الماتش ده، عايزين نفتكره. ماتش رومانيا 95 في كاس العالم في ايسلندا، الماتش حضرتك جبت فيه 17 جون تقريبا، 15 جون تقريبا. انا عايز اقول لحضرتك لغايه النهارده ممكن افضل اعيد واتفرج عليه انا كمان، ماتش ما حصلش في التاريخ يعني. ف 15 هدف لان ده كان الموضوع ساعتها هو الملعب، هو شخصيه كابتن سامح عبد الوارث عمل مباراه قوي فوق الرائع يعني، عمل مباراه فده اللي احنا كنا عايزين نساله عليه يعني. اتكلمنا عن المباراه دي يا كابتن سامح بعد اذن حضرتك يعني. ذكرياتها يعني والله يعني انا حتى المباراه دي اول كورتين انا شفتهم بره يعني، نزلت نفسي خلاص الماتش قافل. رومانيا من الفرق الثقيله، وهم يتميزوا بالقوه البدنيه والجسمانيه، وطوال وعراض وقوية عناف في اللعب. تيجي تلعب لازم تيجي تلعب تقرب منهم، وساعات لما يجي يلعبوا مثلا هم كانوا بيلعبوا اللي هم 6-0 تحت مقفول، وهم طوال يعني، واحد بيقف 2 متر وشويه ويرفع ايديه بيبقى 3 متر، ازاي انت تعدي منه؟ طيب غير التكنيك. فجينا كان طبعا معايا احمد العطار، وكان معايا كان ياسر لبيب واحمد بلال، كان ياسر لبيب طبعا، وكان تحت جوهر، وكان جنبي محمد عاشور، والناحيه الثانيه في الوينج هناك كان في عمرو البلوشي. فالحمد لله يعني اول كورتين انا قلت بس يا قفله، طلعت حتى بره كان معانا عاصم السعداني والدكتور كريم مراد، طلعني قعدني بس دقيقتين قال لي اهدى كده وركز، ونزلت الحمد لله يعني زي ما تقول بقى بشوف وانا قاعد بتيجي جول، وانا واقف بتيجي جول. مشي كانت فاول. كابتن سامح كان بيلعب، هو كان الوحيد اللي بيلعب ناحيه الباك رايت بايده اليمين. ده المفروض بيلعب لازم يبقى عنده اكسترا موهبه بوسطه بحركه فنت رجليه لغايه دلوقتي ما تنسيش، الوحيد اللي كان بيعمل فنت اللي هو بوسطه وهو ناحيه مكان مش بيلعب بايده، مش بايده المظبوط. هو طبعا زي كده المفروض بيبقى الباك اليمين بيبقى اشول عشان لازم يكون اشول دلوقتي، لازم يكون اشول. لا انا عايز اقاطع كمان كابتن سامح،
لان في حاجه معينه كده انا لغايه النهارده في المجال التدريبي بذكر كابتن سامح. وانا طبعا مبسوط جدا جدا ان احنا كابتن سامح معانا في المداخله دي، لان طبعا ده من اساطير كره اليد يعني. فدايما ادي مثل في ايه على الكره اللي بيتكلم فيها كابتن هشام اللي هو بيلعب باك رايت بايده اليمين. دايما احنا في المستوى السني او الاعمار السنيه الكبيره لو التكنيك بتاعه بيشوت بطريقه معينه بدراعه فنقول له ده انت مش هتعرف تعدله. فكنت دايما اسمع معلومه انا ما اعرفهاش، فعايز اتاكد منها. كابتن سامح اول مره اساله في حياتي قالوا ان كابتن سامح دي كان اول مهاره تتعمل ان لعيب يشوطها من الجنب، ينط ويشوط من الجنب، ما كانش حد بيعملها نهائي غير كابتن سامح. فقالوا ان تيدمان كان مدرب الماني ماسك المنتخب لما لقى تكنيكه بيشوط من الحته دي هو اشتغل على تطوير، حتى لو التكنيك غلط هو اشتغل على تطوير التكنيك ده، ما حاولش يعدله عشان مش هيتعدل في عمر سني كبير ويعلمه تكنيك كبير. وده مترسخ عنده في الجهاز العصبي المركزي بقالك اشتغل عليه. فعايز اعرف هل المعلومه دي صحيحه الاول ولا لا، وطريقه التصويب دي جت منين؟ بس ان دي كانت مهاره جديده على العالم كله يعني. هو انا اقول لك الطريقه جت ازاي. اولا لما كنت انا اتصعدت وانا صغير كنت بلعب في الفرقه اللي فوقيه في الناشئين، فروحت لعبت معاهم كاس عالم. فكان في كان لسه باول تيمان كان لسه معانا وكان جاي يتفرج علينا. فكنا بنلعب كان روسيا، وكان روسيا طبعا. فانا ما كنتش قادر، كنت لسه شويه ضعيف يعني بس طالع يعني. انا طوال مش عارف اشوط من فوق، انزل من تحت اسهل، لسه هتطلع بتدرس. انا بفكر في الحلول صغير لسه طالع ناشئين بفكر في الحلول. فجيت بعديها لما طلعت ساعات الفريق الاول جيت لقيت باول تيمان بيقول لي انت فاكر الماتش الفلاني لما كنت بتشوط كده؟ عايزك تشوط كده، عايزك بقى ابدا زي ما انت اشتغل عليها بقى بتدرس في كره اليد. لان مهاره خاصه جدا ومش محدش بيعملها يعني. كمان المهاره كمان فيها حاجه انك انت ازاي تشوطها من الجنب وانت في الهواء. صعب جدا يطلع وانت في الهواء مش على الارض، دي حاجه. وعندك اللي هي من كذا زاويه يعني، هي زوايا. واعتقد يا كابتن سامح لو انت ناحيه اليمين متخيل ناحيه اليمين وبتشوط بايدك اليمين، فالزاويه هتبقى ضيقه جدا طبعا، يعني زاويه الرؤيه او الهدف هتبقى صعبه. المهاره الاقوى ان دايما كابتن سامح كان يشوطها في الضيقه كمان، لا في العكسيه بعيد يعني زي اللي هي مش متوقعه بالنسبه للجول، في العكسيه تلاقي الجول مستني الكره في الزاويه باللغه العاميه كده ماسك في عرضه والكره في الناحيه الثانيه. والله يعني دي فكانت اختراع يعني. اختراع يا كوتش، واتطورت بعد كده مش مجامله او ربنا. كابتن احنا بنشكرك جدا جدا، مبسوطين ان احنا سمعنا صوتك وان شاء الله تتابع. والله يعني انا بحييكم، بحيي الجمهور كله والنادي الاهلي ده بيتي، ويعني اكيد وفعلا مشتاق ان شاء الله باذن الله لما انزل ان شاء الله باجي ازوركم، بس زياره اكيد من غير اي برنامج ولا حاجه. لازم هتنزل قريب؟ لا تنورنا. لا والناس حابه تشوفك يا كابتن ليه من غير برنامج؟ بالعكس يعني يا ريت يعني ان شاء الله. نعم هينزل. طب نساله عشان هو الراجل لازم يكون متواجد يعني، حتى الناس حابه، وانت اسطوره من اساطير كره اليد، الناس حابه تشوفك على شاشه قناه النادي الاهلي وفي بيتك في النادي الاهلي، لان كمان حضرتك بتدي نموذج للولاد الصغيرين يعني، ده كمان نموذج واضح قدامهم، لعيب كبير اسطوره من اساطير كره اليد يكون نموذج، ويا ريت تشرفنا بقناه النادي الاهلي يعني. ان شاء الله ان شاء الله كابتن هاني، وانا متشكر جدا ويعني وبشكركم وبشكر يحيى وبشكر هشام وبشكر الناس كلها، وسعيد جدا بالمداخله ديت، وان انتوا يعني ادتوني الفرصه ان انا اسلم على الناس وحبايبي كلهم. شكرا جزيلا ليك.